للهيئه بشكل عام؟ عشان نعرف دور الهيئه بصوره مبسطه قوي، القطاع المالي في اي دوله بينقسم قسمين، قطاع مالي مصرفي وده اللي هو بيبقى البنوك والعمل البنكي وبيشرف عليه البنك المركزي، وقطاع مالي غير مصرفي بيشمل كل الاعمال الماليه غير المصرفيه. القطاع المالي غير المصرفي ده هو اللي بتشرف عليه الهيئه العامه للرقابه الماليه. فالهيئه العامه للرقابه الماليه كان زمان قبل 2010 عباره عن ثلاث هيئات اللي بيشوفها القطاع المالي غير المصرفي، الهيئه المصريه لعمل التامين وهيئه سوق المال والتمويل العقاري. تمام. سنه 2010 طلع تم دمج الثلاث هيئات وبقت الهيئه العامه للرقابه الماليه. تمام. ولما تم دمجهم بعد الوقت طلع، لما طلع الدستور بتاعنا الجديد نص على هيئات، اربع هيئات رقابيه من ضمنها البنك المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه وهيئه الرقابه الاداريه والجهاز المركزي للمحاسبات. فالهيئه العامه للرقابه الماليه هيئه رقابيه مستقله طبقا لاحكام الدستور، بتشرف وتراقب على القطاع المالي غير المصرفي في مصر، من ضمنها انشطه التامين وانشطه سوق المال والتمويل العقاري والتاجير التمويلي والتخصيم والتوريق. ده النشاط بتاعه. واضيف الى مؤخرا الاشراف على واداره سجل الضمانات المنقوله. تمام. والتمويل متناهي الصغر. والتمويل متناهي الصغر تماما. تمام. ده كلام كويس قوي. لكن لو بنتكلم تحديدا على قطاع التامين، دور الهيئه في قطاع التامين، لان ناس كتير برضو احنا في جمهوريه مصر العربيه يعني نعاني شويه من ضعف الوعي التاميني، الثقافه التامينيه مش متوفره عند الناس، ثقه المواطن في شركات التامين او الحصول على وثيقه التامين، لولا ان احنا لاحظنا الفتره الاخيره مجهودات كبيره من السيد الرئيس وهذا الدور اللي قام بيه خاصه في شهاده امان وهنتكلم عنه، لكن دور الهيئه في الرقابه على شركات التامين وتنظيم صناعه التامين في جمهوريه مصر العربيه هو ايه يا فندم؟ التامين بيحكمه القانون كبير، هو القانون 10 سنة 1981